زود بالك نقطة، الفريق السيسي يعني فريق أول عبد الفتاح السيسي تميز بالموضوعية. هو عارف حجم المشكلة، هو عارف حجم المشاكل اللي فيها البلاد. هو سيادته بتميز بالموضوعية والشفافية، يعني إن هو الشعب النهارده بيحبه، هيعرض مشاكله على الشعب كما هي، نعم، وكيفية الحلول لها، إن هو صادق مع الشعب. الشعب المصري مستعد يتحمل الكثير الكثير الكثير، بس يبقى القيادة بتصدق معاه في الكلام. حضرتك مش متخوف من أي سيناريو أنت راشع الفريق السياسي لسدادة الحكم؟ يعني هو يعني لا في، شوف هو التخوف كله هو مش هو في جماعه الاخوان هم بيعتبروا ان دي طبعا ده ضدهم، نعم، لكن احنا مصلحه البلد في هذا التوقيت محتاجه قياده قويه وطنيه تتولى الموضوع. تطمئن اجهزه الشرطه ان كان هناك شخصا ذو خلفيه عسكريه في الحكم؟ فندم الاجهزه الشرطيه بتعمل وفقا لسياسه الدوله، وفقا لسياسه الدوله، ايا كان الشخص المتقدم في رئاسه سياسه الدوله بتعمل فيها، تعمل وفقا للسياسه. لكن هي زادت مؤامره. لا يا فندم، النهارده الشرطه ما هي انعكاس للقياده السياسيه، انعكاس للعمل بتاعها. لكن النهارده لما تكون الشرطه بتقوم بمهامها دي بعملها، هي كانت القياده. ان ترشح ناس عاوز يترشح، اللي وجد في نفسه القدره على قياده البلاد في تلك المرحله يتقدم. محدش هيحجبه ان هو يتقدم. طيب. يعني النهارده اللي تقدم المشهد تقدم. كان لديك الرؤية والقيادة في هذه الفترة الصعبة من البلاد تقدم. بالعكس احنا قبل كده ما شفناش قبل كده حد ترشح رئيس الجمهورية. كل النهارده ناس عايزة ترشح، اهلا وسهلا. لكن انا شخصيا بشايف ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي عبد الله الله بالتوفيق طبعا، في اذا كان يقبل الترشيح منه دي قراره. تمام. لكن هو انسب شخص في تلك الفترة يقود البلاد، احتواء البلاد لمعرفته حجم المشاكل وحجم التهديدات التي تقع البلاد. طب النهارده